عندنا النهارده أه. كلمة صعب انها تتقال لاي مريضة او مش مش هنقول مريضة اي حد جاي المركز عندك انك تقول لها انت عندك ضعف مخزون مبيض احكي لي بقى عشان نتكلم عن الحقن المجهري ومخزون المبيض او ضعف مخزون المبيض الاول نقول ايه هو مخزون المبيض؟ ده عدد وجودة البويضات اللي في المبيض مقارنة بالسن يعني ما ينفعش ان احنا نيجي في واحدة سنها 40 سنة وما نلاقي المخزون أقل من 1 نقول ده عندها ضعف مخزون، لا ده ماشي مع السن بتاعها علشان نقدر نقيم مخزون المبيض أو نقول هو كويس أو مش كويس سنها كام؟ طب دي واحدة حاجة 20 سنة مخزونها 3.5 مثلا أو من 2.5 ل 3.5 طب ده كويس، واحدة 35 سنة مخزونها من 1.5 ل 2.5 كويس، واحدة معدية ال 40 مخزونها معدي الواحد ونص كويس لكن ما ينفعش واحدة سنها عشرين سنة أو أقل من عشرين سنة نلاقي المخزون أقل من واحد كده المخزون يبقى قليل فأنت إزاي تشخص مخزون المبيض مخزون المبيض إيه تعريفه هو قلة العدد البويضات في المبيض وبالتالي بتقل القدرة الإنجابية وبالتالي بتقل الخصوبة ممكن اشهر سبب في ضعف مخزون المبيض هو السن عامل السن كل ما الست بتكبر في السن كل ما المخزون بيقل لحد ما توصل اللي احنا بنقول عليه سن الياس اللي هو انقطاع الطمس تمام وممكن يبقى في اسباب مناعيه ممكن يبقى في بسبب عدوى او بسبب عمليه او بسبب تعرض لاشعاع او بسبب تعرض للعلاج الكيميائي طيب الفحوصات اللي احنا نقدر نشخص بيها او نحدد بيها ضعف مخزون المبيض او مخزون المبيض كويس ولا لا انت اصبح اي حاله بتجيلك علشان تطمن على خصوبتها تاخر انجاب او غير تاخر انجاب او بنوته صغيره جاي تكشف لاي سبب فانت بتطمن على المبيض بالخبره بتاعتك تشيك انت هل المبيض ده شكله كويس ولا لا طب انت شكيت في حاجه تعمل كومبلمنتري تحاليل او فحوصات تانية تاكد بقى التشخيص بتاع ليه ما انت ممكن تجيلك حاله عامله تحليل وبين في ان المخزون قليل بس انت لما تعمل سونار تلاقي ان المنظر المبيض وعدد الانتر الفوليك اللي فيه كويسه فبالتالي التحليل ده تشك ان هو غلط فتعيده في معمل او اكتر عشان تطمن من القصه دي نفس القصه بالنسبه للسونار ما تقدرش برضو بالسونار بس ان انت تقيم هل هو وصل لدرجه ايه علشان ما تجيش الحاله مثلا ان انت ما تطلبش المخزون وتعمل حقن فتيجي بعدها تعمل المخزون فتقول لك اصل الدكتور قلل المخزون لما عمل حقن لا يبقى لازم تطلب كل ده بنقيم المخزون بايه في تحاليل وفي فحوصات التحاليل زي الاف اس اتش وزي الاي ام اتش وزي تحليل اي تو اس اتش بدنا انطباع عن المخزون هو تحليل بيتعمل تاني يوم الدوره يعني مثلا لو الاف اس اتش زاد عن ال 12 بنقول كده ان دي بدايه القلق غالبا هيبقى المخزون قليل طب لو زاد عن ال 15 دي بنسبه كبيره الحالات دي بتبقى استجابتها في الحقن المجهري ضعيفه طب لو زاد عن ال 40 او ال 45 الست دي في سن الياس طب الاي ام اتش هو تحليل دم بيتعمل في اي وقت هو ده تحليل مخزون المبي وبناء عليه انت بتكرر او بتحدد المخزون او الرقم اللي طالع لك ده هو كويس مقارنه بالسن بتاعها ولا لا هتتحرك امتى انت ممكن يجي لك حاله بعد شهر او شهرين جواز لسبب معين لالتهابات فانت عملت الصنار فشكيت ان يعني المبيض شكله صغير طلبت التحليل لقيت التحليل قليل واحد من عشرة اثنين من عشرة اصبحت لازم توجهها بسرعه انها تعمل حقنة مجاري ودي جايه باي يعني ان نفس القصه لو هي جايه مثلا مر الشهر آه. ودي بتحصل معانا جيت لحالة بعد شهرين لقيت المبيض شكله صغير جدا عملنا التحليل لقينا واحد من اصبح بسرعه لازم تعمل حقن مجاري ولازم نعمل الباسكت بروتوكول ونجمع زي ما هنتكلم عليه كمان شويه التحليل بتاع الاي 2 ده الهرمون الاستراديول اللي بيدينا انطباع ان احنا طلع لنا بويضه او البويضه اللي طالعه دي بتدي المفروض من 150 ل 300 وحتى ده اللي احنا بنتابع بيه واحنا بنعمل حقن مجاري لان في ناس ممكن بتعمل حاجة من غير ما تتبعش بده فانت تيجي تسحب البويضات تفاجئ ان الحويصلات فاضيه، ما فيش بويضات، ما هو انت ما تبعتش بالتحليل هو الناس فاكره ان انت المنظر اللي انت بتشوفه على السونار دوت دي البويضات، لا دي الحويصله البويضه لا ترى بالعين المجرده فانت دي دي بقى التركات والخبرات اللي انت في متابعات التبويض انت ممكن واحده تديها منشط تطلع لك حويصله انت بتتابع لها حجمها كويس، بطانة الرحم كويسه، طب ما تابعتش بالاي تو، ما الحويصله دي فيها فيها ايه الكفاءه بتاعتها عامله ازاي عشان تقدر تقي يعني لان في حاجه اسمها أنت فوليكل سندروم الحاله بتبقى مطلعه ممكن في كل يوم من 15 ل 20 بويضه وتيجي تفاجأ ان هي فاضيه يبقى انت ما تكلفش الحاله تكلفه ماديه انها تخش وتدفع فلوس وتعرض لتخدير وتسحب وفي الاخر المعمل يقول لك اصل ما فيش بويضه طب الفحوصات اللي هي ايه الصنار المهبلي تاني يوم الدورة ولازم تاني يوم الدورة ليه؟ لان يعني انت تاني يوم او تالت يوم الدورة ده البيزك سيتويشن للمبيض مفيش كيس مفيش بويضة موجودة فانت تقدر تقيم الأنتر الفولكل يعني ايه الأنتر الفولكل دي امهات البويضات اللي موجودة اللي بتبقى صغيرة اللي بتديك انطباع عن المخزون واللي بتراوح حجمها من 2 مل ل 10 مل طب انت لما بتشوف المبيض بالسونار وبتعد الانترال فوليك يديه في كل مبيض المفروض ان عدد الانترال اللي في كل مبيض تكون معديه من 10 ل 12 ده كده يبقى مخزون المبيض بنسبه كبيره كويس الحاله اللي احنا بنبص عليها ونلاقي فيها العدد ده ما بتحتاجش غالبا ان انت تطلب منها مخزون طب انا بصيت ولقيت مبيض منهم في عدد قليل لا يبقى لازم تطلب مخزون عشان تعرف انت المخزون بتاعك كام دلوقتي، طب انت هتتحرك امتى؟ هل في حاله ممكن يبقى مخزونه ولا ممكن تديها فرصه من ثلاث شهور لست شهور او او شهرين عم تظبط امورها وتتعمل لها متابعه تابيض وممكن تحمل، في حاله لا لازم الشهر الجاي اعمل حقن مجهري، ما ينفعش ان انا استنى، يبقى هي ديت الفحوصات، طب الاسباب بتاعتنا ايه؟ زي ما احنا قلنا السبب الاساسي هو السن ممكن يبقى في اسباب تاني زي طنط الرحم المهاجر طنط الرحم المهاجر بتدمر نسيج المبيض ولما بتكون اكياس شوكولاته او بتكون باتشز على النسيج وبتخلي الكواليتي بتاعت حتى البويضات لما بتطلع بتبقى مش كويس عمليه اتعملت في المبيض ازاله كيس عن طريق فتح او بالمنظار مع حد مش اكسبيرت استئصال للمبيض، في ناس زمان كانت بتعمل كيس على المبيض ومش المبيض كله، واحد بتاع جراحه مش بتاع نساء كيس كبير فقام شايل معاه نسيج المبيض كله، اصبح كده المبيض ده ولا كانه موجود. التثقيب بتاع المبيض اللي كان بيتعمل زمان في حالات التكيسات ده بيدمر نسيج المبيض. تمام؟ عندنا اسباب تانية زي الامراض المناعيه، الامراض المناعيه بتاثر على مخزون المبيض. عندنا ممكن يبقى فيه خلل في الاكس كروموسوم. بعض الطفرات الوراثية بتأثر على المخزون، التعرض للعلاج الكيميائي والإشعاعي، التدخين والكحوليات بيأثر كل ده أنا بيأثر شايف